أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول العامة إذا دخل السهيل فلا تامن والسيل، هل يدخل هذا في التنجيم؟ نوع من التعلق بالنجوم، نوع من هذا. السيل ما هو عند السهيل، ولا عند السيل عند الله سبحانه وتعالى. هل هو دخل السهيل وطلع ولا جان السيل؟ وين؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.